مرحبا بكم مجددا في الحلقة رقم 19 من ركن السيارة في مكانها أو في المكان المخصص لها. شاهدوا معنا السيارة والمسار الجديد، هذه الجدران البيضاء. إذن ننطلق، ناقل السرعة إلى الأمام، ننتظر هنا قليلا ثم نسرع هنا، نلف هنا ثم ناقل السرعة إلى الوراء أو إلى الخلف، نتوخى الحذر. يجب أن نتوخى الحذر قليلا. هنا لاحظوا معنا إلى نهاية الحلقة، هل سوف نستطيع؟ نعم، قد استطعنا ركن السيارة إلى الخلف مباشرة. وصلنا، وشكرا لكم. شاهدوا الحلقة رقم 20، هل سنستطيع ركن السيارة أيضا؟ شكرا. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the world.